نادي الزمالك النهارده بيعود لذكرى الانتصارات، بيحقق فوز بثنائيه على طلائع الجيش بعد التعادل في المباراه الماضيه امام الداخليه. اداء جيد من الزمالك، اختلاف في المستوى عن المباريات اللي فاتت. بيقول ان الكولومبي اوسوريو بدا يصحح من وضعيته داخل الفريق، واللعيبه بداوا يفهموا طريقه لعبه، لكن لسه الزمالك محتاج شغل كتير، محتاج تدعيمات كتير. الاهم الصبر، الصبر على المدرب الكولومبي اللي هو واضح جدا من كلامه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه انه مبسوط، سعيد بتواجده في الزمالك، رافض اي عروض عشان يحقق البطولات للزمالك في الموسم الجديد. اهلا بكم، حلقه جديده من رقم 10. خلونا سريعا نروح لماتش زمالك وطلائع الجيش. النهارده الزمالك بيفوز على طلائع الجيش بثنائيه نظيفه بعنوان ان تاتي متاخرا خير الا تاتي ابدا. حسام عبد المجيد بيسجل اول اهداف نادي الزمالك في الدقيقه 88، بيضيف ابراهيم نداي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 92.